بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من اللي بيتعلموا اللغة العربية وثقافتها كمان بيصيروا يعرفوا عاداتها وتقاليدها. مثلا بيقولوا إنه لازم نقول مرحبا أو السلام عليكم قبل الكلام مع أي شخص، ولازم ندخل بإجر اليمين على المسجد وإلى آخره. الشغلة الأكثر إشي مهمة وبيعلموهاش هي يعني كلمة شرف ومعناتها. في منطقة الشرق الأوسط من ناحية التجارة السياسية والمجتمع، كل الشغلة بتبدأ بتنتهي على كلمة شرف وعادات بتنفذ. فلان اللي بيقول فلان أنا بعطيك بس بعد 48 ساعة وبعدين راح أعمل لك هيك وهيك وهيك، وإذا بيعملش راحت عليه. فلان اللي بيقول جمهوره أنا مش راح أقعد مع فلان ثاني وبعدين بيقعد معه، فهو بني آدم مش قاد كلمته، راح يسخروا منه وما يصدقوش بالمستقبل ويصيروا يقولوا له يا منافق. إذا بتعطوا كلمة شرف نفضوها، هذا بيحميكم. وضاي المثل اللي بيقول زلمة بنربط من لسانه. والسلام عليكم واحترام للجميع.